ازيك يا طنط؟ اتعرف على حضرتك؟ يا رب تقفشي نفسك قوي كده، فك نفسك. كلميني يا طنط، عرفيني بقى بابن حضرتك. انا طارق بناء زوجة بطل عمره 23 سنة تبع نادي الزهور. اربعة صباح خير الزهور. اتكلم بقى مع طارق. ازيك يا طارق؟ عامل ايه؟ كلمني بقى، قولي انت خدت جوائز قبل كده؟ والله خدت جايز كتير. طب ايه، كلمني على الجوائز اللي خدتها قبل كده. انا ممكن اخدت بطولة فات كحاد سباحة نادي سبورنيك انا كسبت المركز الاول وخدت ميدالية الذهب والفضة والبرونز. سباحة، تمرين، رياضة، كلام ده. وأنا الطول بتاعي التمرين بتاعتي وفي واحد بيساعدني كابتن إسلام وكابتن فريد وكابتن شريك. وأنا نسيت ماما وكابتن فتحي. ومعنى بقى مامتي ده حبيبتي وقلبي وروحي وأمي. أمي بقى سعيدني ورسحني وكلام. أنا فعلا ماما فسحني وخرجني مع قولي بقى بتروح مع ماما فين؟ بروح البنك مع ماما البنك. رحت مرة سفارة مع ماما وهولندا فردان. وأنا فعلا أنا فنان رسم النحت مع المدرسة بتاعي. هو كمان واخد جوايز في الرسم والنحت والتصوير